مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيه أهم ما تداولته الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية من أنباء وتحليلات. والبداية من التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، حيث عنون موقع بوست: إيران ترفع حدة خطابها السياسي والعسكري في اليمن بعد خارطة الطريق لولد الشيخ. ويقول الموقع في تقرير خاص: رفعت إيران من جهودها الدبلوماسية والسياسية لمساعدة حليفها في اليمن، إلى جانب التأكيد على نفوذها المترامي الذي يصل إلى اليمن بالتزامن مع مبادرة أممية للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تبدو طهران موافقة بشكل عام عليها. وتشير مصادر صحفية عربية إلى أن إيران دفعت الحوثيين للموافقة على خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة في اليمن، والتي تبقي أسلحة الجماعة حتى تشكيل حكومة يمنية تسحب منهم السلاح، ويكون الحوثيون أعضاء فيها بعد تخلي الرئيس اليمني عن صلاحياته لنائب توافقي. يتابع الموقع: الواضح أن هذه الخارطة تحقق الطموح الإيراني في اليمن ببقاء الحوثيين في حكومة يملكون فيها الثلث المعطل، وذلك لعرقلة سحب السلاح منها. كما تنص الخارطة على رفع الحظر البحري والجوي إلى اليمن، وبحسب المزامنة في خارطة الطريق تبدو مدة كافية لتصل الأسلحة الإيرانية بشكل أكبر إلى الحوثيين. تستعد العاصمة اليمنية صنعاء لاحتجاجات ينفذها موظفو الدولة المدنيون والعسكريون ضد سلطات الحوثي للمطالبة برواتبهم المتوقفة للشهر الثالث على التوالي. وقالت مصادر نقابات مدنية وعسكرية اليمن مونيتور إن وقفات احتجاجية تشهدها عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية تحت شعار الراتب مطلبنا. وذكر أحد منتسبي المؤسسة العسكرية أن الأوضاع المعيشية للموظفين وصلت إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه، وذلك خصوصا بعد الإعلان عن صرف جزء من راتب شهر أغسطس فقط وخصم 50% من العلاوة المستحقة بشكل غير قانوني من قبل سلطات الحوثيين. وأشار المصدر إلى أن الخروج سيكون خطوة أولية للتعبير السلمي عن الحقوق المشروعة وللمطالبة بها. ويقول الموقع إن الحوثيين بدأوا متخوفين أكثر من أي فترة مضت، ودعوا المواطنين إلى التحلي بالوعي التام وعدم الانجرار وراء هذه الدعوات، وقالوا إنها تضر بالمصلحة العامة، كما وصفوا من سيقومون بها بالمنافقين والعملاء. صباح الراتب. تحت هذا العنوان كتب قادري أحمد حيدر مقاله المنشور في الاشتراك نت، وقال قادري في جزء من مقاله: نشهد ونبصم بأن الثورة اليمنية وجدت ليس فحسب لتبقى، بل ولتستمر ثورة دائمة حسب تعبير تروتسكي. وليست ثورة الشباب والشعب في فبراير عام 2011 سوى تأكيد لهذا المعنى، وهو ما لم يدركه تحالف الانقلاب الدموي على الثورة في صورة تجلياته الأخيرة في استكمال انقلابهم على الثورة بالانقلاب على الراتب، مصدر عيش ورزق وحياة الملايين من الناس، وتحويلهم الراتب إلى نصف راتب، وهي حقا مهزلة. وأصدق تسمية ووصف لها أنها محاولة أخيرة لاغتيال الثورة، كما هي محاولة لاختبار إرادة الناس على الصمود والقبول بالتحدي، إما الرضا بما قسمه الإنقلابيون لنا من فتات، أي القبول التدريجي بالموت جوعا على مراحل ترويضية وإعفاء القاتل من كونه قاتلا، أو الاستمرار بقبول التحدي ضمن شرط المقاومة للانقلاب ودحره وكنسه من حياة اليمنيين جميعاً. إن قضية الراتب ومهزلة نصف الراتب هي في تقديرنا فاتحة صفحات جديدة لم ينسى ولم يهمل الثوار كتابتها، أقصد كتابة فصول عناوينها الأخيرة في زحمة استشهادهم وفي خضم انشغالهم بالدفاع عن الثورة والجمهورية وحصارهما الذي أسقطه مرة وإلى الأبد دماء الشهداء. ذلك أن أمر وقضية كتابة الفصول الأخيرة ستظل قضية مفتوحة لا نهائية، قضية متروكة لنا من بعدهم ولأولادنا من بعدنا، لأنه سفر ثورة دائمة، ثورة مفتوحة على كتابة لم ولن تتوقف، ما على الشهداء الثوار قد فعلوه، بقي ما علينا نحن فعله. ولم تصب أمهات اليمنيين بالعقم، هي أرض ولادة للمقاومين والشهداء.
وبعد أسبوع من تدشين نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء لبرنامج احتجاجي للمطالبة بصرف الرواتب، أعلنت نقابات التدريس في الجامعات الحكومية تدشين احتجاج موحد للهدف ذاته ابتداء من اليوم. وينقل موقع الاشتراكي عن محمد الظاهري رئيس الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء قوله أن المجلس التنسيقي لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية اتخذ قرار التصعيد الموحد، وستكون هناك احتجاجات موحدة لنقابات التدريس في الجامعات الحكومية التسع برفع الشارات الاحتجاجية للمطالبة بالراتب. وأكد أساتذة في الجامعات المختلفة عزمهم على الاستمرار في برنامج التصعيد الذي أعلنته النقابة للضغط على الجهات المعنية بصرف رواتبهم، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير صرف رواتبهم التي تعتبر مصدر دخل لأسرهم، وأن المعاناة التي خلقتها هذه الأزمة لم تعد تحتمل. منذ أسبوعين أطلقت ميليشيا الحوثي التي تسيطر على مؤسسات الدولة ومواردها في العديد من المحافظات وعدها بصرف نصف راتب للموظفين، لكن الوقت ينفد والوعد لم يأتي. الحوثيون يتراجعون عن وعود بصرف نصف رواتب الموظفين. أفادت مصادر مالية لموقع الصهاريج نيوز بأن الجهاز المصرفي قام بصرف الثلث فقط من الراتب، ولم يتم صرف المبلغ كاملا، كما سيقوم بعملية الإشراف على تسليم المرتبات لبقية قطاعات الدولة. وقالت المصادر إن جهاز الرقابة والمحاسبة سيقوم بعملية الرقابة والمصاحبة على عمليات التوريد وصرف الأموال، وذلك بالاتفاق بين المجلس السياسي المشكل من قوى الانقلاب وبين مجلس النواب المنحل منذ الانقلاب على الشرعية وكذا المحكمة العليا ووزارة المالية. يتابع الموقع: يشتكي موظفو القطاعات الحكومية من انقطاع تام في تسليم الرواتب وكذلك المستحقات المالية، وأن البنك المركزي بصنعاء استنفذ الاحتياطي لتمويل جبهات الحرب في مختلف محافظات اليمن. وجع الطائفية في اليمن. تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال العديني في جزء من المقال: إنك لا تسبح في النهر مرتين، كذلك قال هيراكليطس فيلسوف الإغريق السابق للثلاثة الكبار سقراط وأفلاطون وأرسطو، لكن أحدا فيما أظن لم يبتدع قولا مأثورا عن أن بعض الناس يمكن أن يخوضوا في الوحل مرتين وثلاثا وعشرة. الحال في اليمن شاهد على تكرار التمرغ في وحل الطائفية وبتغذية خارجية هذه المرة، ثم مع تطور مذهل في أدوات القتال ووسائل الدعاية حتى بات العنف أشد فتكا وأعظم هولا. إن تاريخ اليمن حافل بفنون الإبادة التي مارسها الأئمة من منطلق طائفي ومذهبي بحت، ولم تنتهي الحروب الطائفية في اليمن برحيل الأئمة، ذلك أن ألف سنة من ولعهم بالتمزيق النسيج الاجتماعي لم تنجح سنوات أو عقود في محو آثارها. فمنذ ذلك الغياب انزلقت البلاد إلى العنف الطائفي بقرار من بعض اليمنيين في بعض الأوقات وبإرادة خارجية في أوقات ثانية إيرانية على وجه التحديد. موقع المصدر أونلاين أورد العديد من العناوين بينها: البيضاء، الحوثيون يحرقون منزلا في رداع ودعوة للتصدي للميليشيات، وعنوان: التحالف يقصف مواقع للميليشيات في المخا وذباب غرب تعز، ومن محافظة إب مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في نزاعات أهلية بالمحافظة. ومن العناوين الرئيسية للموقع: تعيين وكيل للبنك المركزي للعمليات المصرفية الخارجية بعد نقل سويفت إلى عدن. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. وصفت صحيفة العربي الجديد تفاعل اليمنيين مع الجهود السياسية بأنه تفاعل محبط. وقالت الصحيفة: لم يعد اليمنيون يجدون فرقا واضحا بين استمرار الحرب والهدن الهشة التي تكررت وأبرمتها الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة
بهدف وقف الأعمال القتالية. وعادة ما تهدف الهدن إلى تخفيف معاناة المدنيين ومساعدة المنظمات الإنسانية على إدخال المساعدات للمتضررين في المناطق التي يصعب الدخول إليها، تمهيداً لاستئناف مشاورات سلام جديدة من شأنها إنهاء الحرب، إلا أنها لم تساهم في تحقيق السلام، ولا يعتبرها عدد كبير من اليمنيين ناجحة، لأن إطلاق النار لم يحدث أن توقف في معظم جبهات القتال، بل عادة ما تزداد وتيرة العمليات العسكرية خلال كل هدنة. وتقول العربي الجديد إن عدد الهدن التي أعلن عنها منذ اندلاع الحرب في مارس من عام 2015 وحتى اليوم بلغت 6 هدن، إلا أنها لم تحقق أهدافها المرجوة، ما أحبط عدداً كبيراً من اليمنيين حتى باتوا يشعرون بالقلق مع الإعلان عن أي هدنة خشية اشتداد المعارك أو استمرارها. وتنقل الصحيفة عن أحد المواطنين قوله إن اليمنيين يتوجسون بمجرد الإعلان عن أي هدنة ويعدونها مؤشراً على اشتداد المعارك وتزايد عدد الضحايا. صحيفة الحياة اللندنية تابعت التطورات الميدانية وعنونت نكسات للحوثيين في الجوف واشتباكات شرق تعز. وفي التفاصيل، تلقت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح في محافظة الجوف الحدودية ضربات موجعة على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتوضح الحياة أن الميليشيا خسرت أكثر من 7 مواقع في مديرية خب والشعف، كما فشلت هجماتها في مديرية المصلوب المجاورة في تحقيق أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر الجيش الوطني والمقاومة بأن قواتهما المشتركة تمكنت من صد هجمات متفرقة شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات صالح على موقعي الغرفة والزرقة غرب مديرية المصلوب ومعسكر السلان في محافظة الجوف باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ونقرأ من صحيفة الاتحاد الإماراتية: أكبر مستشفى في تعز مهدد بالتوقف عن العمل. وقالت الاتحاد: أعلنت مستشفى الثورة العام أكبر المستشفيات في محافظة تعز وسط اليمن عن توقف شبه كلي للخدمات الطبية، ذلك جراء الأوضاع المتردية التي تعيشها البلد بسبب الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وأفاد مدير هيئة المستشفى دكتور أحمد أنعم أن الخدمات الصحية في العيادات الخارجية والمختبرات والأشعة توقفت كليا، في حين لا يزال المستشفى يقدم الخدمات الإسعافية وهي مهددة بالتوقف أيضا في حال لم يتم تقديم الدعم اللازم وإنقاذ الوضع الصحي المتدهور في تعز. واتهمت وزارة الصحة اليمنية الميليشيات الانقلابية بالاستحواذ على الميزانيات التشغيلية الخاصة بالقطاع الصحي، ناهيك عن الحصار المفروض وأعمال القصف التي طالت المنشآت الطبية في تعز. الدول الفاشلة والمستباحة. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج، وقال الكاتب: حين أصدر نعوم تشومسكي كتابه عن مفهوم الدولة الفاشلة، لم تكن قد طرأت أسباب جديدة لإفشال الدول، خصوصا حين تتحالف الأزمات الاقتصادية مع ارتخاء مفاصل الدولة وعجزها عن حماية حدودها والتمدد نحوها. ورغم وفرة الكتب التي صدرت خلال العقود الثلاثة الماضية والتي تفتضح أساليب إفشال الدول، من طراز ما كتبه جيم بيركنز في يوميات قاتل الاقتصادي، وهانكوك في كتابه سادة الفقر، وأخيرا نعومي كلاين في كتابها عقيدة الصدق، إلا أن المفعول الحقيقي لهذه الكتب على الرأي العام لا يزال محدودا وفي نطاق المثقفين والنخب. ولم تكن الدولة ذات يوم مثارا لسجالات حول جذرية وجودها كما هي الآن، لذا لم نقرأ من قبل كتبا تتحدث عن الدولة المستباحة والدولة الرخوة والدولة المتحضرة والدولة الفاشلة تماما، كما أن موضوعة الهوية لم تشهد من قبل مثل هذا السيل من الأبحاث والكتب التي تصفها بأنها جريحة أو مبتورة أو قاتلة أو فائضة. فهل بدأ العالم يعيش حقبة ما بعد التاريخ بالفعل، بحيث أصبحت كلاسيكيات التاريخ من مقتنيات المتاحف، أم أن هناك استراتيجيات وميتا استراتيجيات تستهدف تفكيك الدول وإفشالها وفق مخططات تليق بأدبيات ما بعد الحداثة؟ ولكي لا يكون العربي آخر من يعلم بما يجري وراء الكواليس والأكامات الدولية، فهو مطالب بإحراق المراحل في القراءة والمتابعة، لأن بعض استراتيجيات الإفشال والتفكيك وإعادة رسم التضاريس السياسية
بدأت منذ عدة عقود، ومنها ما حقق أهدافه تحت شعارات وعناوين مضللة تنافق العواطف الشعبية وتعزف على أوتار حساسة. ولو انتظرت شومسكي 10 أعوام فقط ليصدر كتابه عن الدولة الفاشلة لأعاد النظر في العديد من القضايا وأسباب الفشل. سكان نيويورك الذين كانوا ضد فوز دونالد ترامب أحسوا بإحباط كبير، كما قالت صحيفة السياسة الكويتية والتي أكدت أنهم لجأوا إلى علاج جماعي بهدف تجاوز صدمة الانتخابات. وقالت السياسة: يحاول سكان نيويورك التعبير عن حالة الغضب والإحباط التي أصابتهم بعد الفوز المفاجئ لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية بكتابة رسائل على أوراق صغيرة ملونة وتعليقها في المترو، فيما يشبه التعاون الجماعي على التعافي من آثار هذه الصدمة. ولكن ماذا يكتبون؟ تقول الصحيفة إن من بين العبارات التي كتبوها: هل أنا الوحيد المصاب بالخوف؟ أنا غاضب. وبعد 24 ساعة على انطلاق هذه الظاهرة كان بالإمكان إحصاء 3000 ورقة من هذا النوع كتبها مواطنون مذعورون من وصول رجل الأعمال ذي الخطاب العنصري والشعبوي إلى سدة الرئاسة. وتعود هذه الفكرة إلى فنان شاب من نيويورك يهتم أيضا بالعلاج بالأعشاب. صحيفة القدس العربية عنونت في واحد من أكثر الأخبار قراءة فيها وقالت: عقاب مثير للجدل للسائقين المخالفين في الصين. وقالت الصحيفة: سائقو سيارات في شنزن في الصين أجبروا على التحديق في الأضواء المبهرة لسياراتهم لمدة دقيقة بعدما اتبعت شرطة المرور طريقة غريبة لمعاقبة السائقين الذين لا يطفئون الأضواء المبهرة لسياراتهم عندما تمر سيارات أخرى في الاتجاه المقابل في المدينة. وحذرت إدارة شرطة مدينة شنزن حذرت السائقين من مغبة استخدام الأضواء المبهرة لسياراتهم بطريقة غير قانونية. وإضافة إلى عقوبة التحديق في الأضواء المبهرة لمدة دقيقة، سيكون على السائقين استظهار بنود قانون السير المتعلقة باستخدام الأضواء، وسيضطرون كذلك لدفع غرامة وستسحب منهم نقاط من رخص القيادة. وأكدت الشرطة أن الأمر ليس مزحة، إذ أنها خصصت بالفعل كرسياً للمعاقبة بالتحديق في الضوء المبهر. ثورة الربيع العربي لم تنطفئ، وكلما هب التعب إلى مفاصلها عادت للحياة من جديد لمواصلة السعي نحو الأهداف. في عدد من المدن المصرية خرجت ثورة الغلابة التي تعترض على تدهور أحوال المعيشة وتطالب برحيل السيسي. جولتنا المصورة وثقت لحظات التظاهر والتي وردت في العربي الجديد، نتابع الصور. إذن بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نترككم في أمان الله، نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.